مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يلا نعيش. بواسي كل المصريين سواء في مصر أو بره مصر على نتيجة المباراة امبارح، هارد لك. وأتمنى يا رب إن احنا يعني نحاول نستفيد من اللي حصل امبارح، إن نبص نحاول نشوف المشاكل إنها بداية، ان احنا نحاول ان احنا نجتهد ونصلح من نفسنا، بحيث ان شاء الله ممكن في سنه 2022 في مباريات كاس العالم في قطر جايز نتاهل وناخد كاس العالم باذن الله. نحاول نبص على نص الكوبايه المليان، ان احنا الحمد لله بعد سنين طويله قدرنا نوصل لكاس العالم. صحيح ما قدرناش نحقق الفوز الكامل، لكن دي دفعه ان احنا خلاص قدامنا خطوه وان شاء الله نوصل لها. فاحنا حتى ببرنامجنا يلا نعيش بنحاول ان احنا دايما نركز على نص الكوبايه المليان، وان احنا نحاول ان احنا نجتهد ونطلع خطوه. صحيح ممكن تكون مش خطوه كبيره، لكن ممكن تكون خطوه تودينا لخطوه جايه في النجاح. وحلقتنا النهارده بتتكلم على جزء كبير برضو شبه اللي حصل معانا امبارح، هي الفرحه. فرحه ان كل زوجين جداد لسه بادئين حياتهم وحصل حمل، فرحة إن هيبقى أب وهتبقى أم، لكن فجأة بيحصل إجهاض، الفرحة بتتكسر. طب إزاي يتعاملوا مع الموضوع ده؟ طب يعني يحسوا إن هي دي نهاية المطاف، ولا ممكن تكون بداية جديدة إن هم يفكروا بشكل مختلف، وإن هم يشوفوا المشكلة إيه ويعالجوها ويقدروا يوصلوا لحلمه. عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم في موضوع الإجهاض وأسبابه وطرق إزاي نكشف عنه وإزاي نقدر نتعامل معاه، مع ضيفي اللي موجود ومشرفني النهارده والاسم المعروف في هذا المجال، دكتور علي حجر، استشاري النساء والتوليد. اهلا بك يا دكتور. حضرتك منورنا. الله ينور عليك. طيب بدايه نحب ان احنا نتكلم، ايه راي حضرتك في اللي حصل امبارح؟ يعني حضرتك من رعى من انهي راي؟ راي ان احنا نكتئب ونقول اصل احنا النجاح مش شبهنا، وان احنا كده كده فاشلين، واحنا اصلا ما كانش لينا ان احنا نوصل لكاس العالم وما نستاهلش، ولا انت شايف ان ديت ممكن تكون خطوه صحيح ما حققناهاش كامله، بس ان شاء الله تدينا دفعه وامل كبير ان المره الجايه هناخدها؟ هو بالتاكيد مجرد وصلنا لكاس العالم ده انجاز، ده لوحده انجاز. احنا بقالنا اكتر من 20 سنين ما رحناهاش، لكن ان شاء الله نستفيد من الاخطاء ونتعلم واللي جاي احسن، يعني ان شاء الله باذن الله. طيب نبتدي بقى نتكلم مع كل زوجين، اي اب واي ام، خصوصا الزوجين اللي لسه حديثي الزواج بيتمنوا فرحه ان هم يبقى عندهم طفل صغير. بالتأكيد. لكن الفرحه اول ما الاهل كلهم ينبسطوا ويفرحوا ان حصل حمل، فجاه يحصل ميسكارج ويحصل الاجهاض. ايه بقى اسبابه؟ أو الأول نبدأ نعرف المشاهدين يعني إيه إجهاض أصلاً؟ لا، هو يعني هو الإجهاض يعني ده معناه بنتكلم على إن واحدة فقدت الحمل قبل الأسبوع الـ24، لكن فقدان الحمل سيان قبل 24 أو بعد 24 أسبوع. 24 يعني تقريباً الشهر الكام يا دكتور؟ يعني بنتكلم وإحنا في السادس كده. في السادس. لكن فقدان الحمل، الأسباب اللي بتعمل ده، في أسباب منها بتمتد وممكن تخلي الحمل نفقده بعد الـ24 أسبوع. فعشان كده احنا بنقول إيه؟ ده فقدان الحمل المتكرر. ما عادتش كلمة الإجهاض المتكرر بقت يعني هي اللي التسمية الأساسية في الموضوع. تمام. طيب عايزين نبتدي كده. إذا الواحدة فقدت الحمل أكتر من مرتين، يعني مرتين أو أكتر، يبقى هنا دي بقت حاجة مرضية ونشوف أسبابها إيه ونعالجها. أنا كنت لسه هقول لحضرتك يعني هي تبدأ تقلق إنها تدور على الأسباب بعد الفقدان الرقم 2؟ يعني مش من أول فقدان؟ هو من أول فقدان ده لازم يلفت النظر، لكن إذا تكرر لا، يبقى يعني ستوب بقى ونبدأ ندور في الأسباب. تمام. طيب إحنا عايزين نتكلم الأول يا دكتور على حضرتك قلت فقدان الحمل لحد الاسبوع ال 24 او حوالي تقريبا الشهر السادس. اصل لحد 24 ده اسمه اجهاض. تمام. بعد 24 ده اسمه جنين متوفي. فضمناهم مع بعض ونسميناه فقدان الحمل. طيب قبل بقى الاسبوع ال 24، هو تقريبا الناس كلها بتقول على اللي هو عند الشهر الرابع. ايه بقى اسباب الاجهاض او فقدان الحمل؟
يعني نقدر مثلا نقول ايه اسبابه في نقط؟ هو في حوالي 4 أو 5 اسباب رئيسيه، وتحت كل سبب هنلاقي فيه كذا فاكتور، يعني كذا عامل. من الحاجات اللي هي تؤدي الى فقدان الحمل المتكرر، حاجه موجوده جوه الرحم نفسه، الرحم اللي هو بيحتوي الجنين. تمام. يعني لو قلنا ان في مثلا ورم ليفي في الرحم، ده بيبقى جوه العضله بتاعت الرحم، وممكن يكون ممتد لجوه تجويف الرحم، يمنع ان يحصل حمل في الرحم ده. يمنع ولا يمنع؟ يوقع؟ يمنع. يعني دي ممكن تكون من الاسباب اللي تمنع الحمل اصلا. واذا حصل حمل يعمل اجهاض، ما بيكملش. يعني هو بيمنع، واذا تم برضه حمل ما يكملش. طيب هنتابع اسباب الاجهاض او فقدان الحمل، بس ناخد الاتصال التليفوني اللي معانا. الو. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا مدام خلود؟ اهلا بيكي. الله يسلمك. معلش انا عايزه الدكتور بس في سؤال بره الحلقه. اتفضلي يا فندم، هو سمع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي شايله الوسيله بقالي كده سنه بس ما حصلش خلفه، فمش عارفه اروح اكشف ولا اعمل ايه دلوقتي. هو في الحمل الاولاني كان السائل عند جوز تخين. كان ايه؟ لا قولي تاني كده. الحمل الاول السائل عند، انا حامل دلوقتي عندي بنت، عندها دلوقتي عندي طفله. تمام. بس على ما حملت كان في مشكله اول في عند جوزي، اللي هو السائل المنوي بتاعه كان تخين، فعالجناه وحملنا. مش عارفه الوقت تاني اروح اعمل تحاليل لجوزي ولا لا. حاضر، في اي طيب. سؤال تاني يا مدام خلود؟ والوقت انا كان عندي كيس على المبيض فاستأصلته، فمن الوقت انا مش عارفه اروح انا اعمل. طب السؤال يا خلود، انت كنت بتستعملي وسيله ايه؟ خدت البرشام وبعدين اخدت اللولب. ركبت اللولب؟ اه. طيب ماشي. طب نسالها قد ايه، كم سنه عملت الوسيله؟ هي اخدت البرشام كم سنه واللولب كم سنه؟ لا البرشام اخدته اول 6 شهور. برشام الرضاعه، واللولب اخدته يجي سنه. تمام. طيب ماشي. شكرا ليك يا مدام خلود. تابعينا واحنا هنجاوب على حضرتك دلوقتي. هو بالتاكيد لازم، يعني عاوزين نعرف المده اللي هي سايبه الوسيله، سايباها بقالها قد ايه؟ ما هي بتقول سايباها بقالها حوالي سنه. بقالها سنه، يبقى جوزها يعيد التحليل تاني، خاصه ان كان في معاها مشكله. الحاجه التانيه هي هتخش فحوصات تانيه، تعمل تحليل هرمونات. هي كمان كان عندها تكيس على المبيض وعملت له استئصال. نعمل فحوصات زياده بالنسبه لها، يعني هي هتعمل تحاليل هرمونات، هتعمل اشعه، هتعمل 3D، هتعمل اشعه بالصبغه، يعني هناخدها خطوه خطوه كده. تبتدي الاول بتحاليل زوجها وبعدين نبتدي هي التحاليل بتاعتها. بالظبط كده. تمام. سمعتي يا مدام خلود، هتبداي تعملي تحليل لزوج حضرتك الاول، وبعدين تعملي ليكي الفحوصات بتاعتك اللازمه، تحليل هرمونات، 3D، الصبغه، وهكذا، وان شاء الله ربنا يعطيكي الاطفال. طيب فاحنا كنا بنقول اول سبب بيتعلق بالرحم، الورم الليفي. الرحم وايه ممكن يبقى في الرحم؟ ورم ليفي. تمام. في حاجه اسمها حاجز في الرحم نفسه، ده بيبقى حاجه خلقيه نتيجه يعني خلل في تكوين الرحم نفسه، حاجه خلقيه نفسها، انه ما بيقدرش يمسك يعني هم بيبقوا ايه، يعني قناتين كده بينضموا على بعض وبيعملوا الرحم كده، يعني موضوع كده في الجينات. تمام. طيب ده سبب وراثي يعني؟ ده سبب، لا هو خلل في التكوين نفسه، الرحم يفضل في حاجز كده فاصل، يعني موجود جوه تجويف الرحم، حاجز كده، وبعدين ده الحاجز ده اغشيه اللي فيها كلها، ما ينفعش يحصل فيه ان حملي اكتمل لو ان البويضه المخصبه، الجنين المخصب عمل امبلانتيشن، في حصل له انغماس، انغماس في الحاجز ده مش هيكمل. عشان هو في نص الرحم ولا علشان هو التكوين الخلايا نفسه؟ الغشاء نفسه تكوين ليفي، ما ينفعش يكمل حمل هنا. تمام.
لو في لحميه جوه تجويف الرحم هتمنع. هتمنع برضه. طيب لو في ضعف في عنق الرحم برضه هيحصل، الست ممكن يحصل لها ابهاض عشان بيفتح. ولو العنق الرحم ده ما هوش بالطول الطبيعي بتاعه، يعني قصير شويه، ممكن برضه يحصل اجهاض. طب ليه يا دكتور؟ يعني ايه اللي دخل عنق الرحم لو قصير انه يحصل اجهاض؟ عشان برضه هيبقى سهل ان هو الرحم يفتح يعني والجنين يبقى سهل ان الرحم يفتح والجنين ينزل. تمام. طيب نشخص الحاجات دي ازاي؟ الحاجات دي بتتشخص بالسونار العادي، بالثري دي، الأشعة الثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد، بتتشخص بالأشعة بالصبغة، بتتشخص بالرنين المغناطيسي. يعني دلوقتي تشخيص الحاجة دي سهل جدا. تمام. طب احنا شخصناها، علاجها ايه؟ طيب يعني قبل ما نبتدي في العلاج ناخد اتصال التليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا استاذة سماح، منورانا. ربنا يخليك، حضرتك منورة. دكتور علي منور. ميرسي يا فندم، ده نور حضرتك. اتفضلي دكتور علي سماح حضرتك. انا كنت من فترة يعني تقريبا من شهر 9 كنت حملت، وقبل الشهر الثالث كنت رحت اكشف فقالوا لي ان الطفل متوفي في بطنك ما فيهوش نبض. بس انا ما كانش حصل لي اعراض ولا حسيت بان انا تعبانه، انا كنت رايحه اطمن بس عادي، يعني ما كانش فيا اي تعب. والحمد لله يعني عملت تنظيف وكده وربنا كرمني حاليا وانا حامل تقريبا في الشهر الثاني. بس انا قلقانه من حته النبض اللي بيقف مره واحده، يعني انا ما عنديش فكره ايه اسبابه، والدكاتره ساعتها ما فسروليش ايه السبب. حاضر. من طب سماح. ايوه. هي دي اول مره تحصل معاكي؟ معايا بنوتة عندها 6 سنين، وكنت باخد وسائل منع الحمل يعني فتره، اللي هي فتره 6 سنين كلها يعني. واول ما بطلتها يعتبر في شهر 8، حملت على طول في شهر 9. طيب. بس فحصل الاجهاض دوت، انا كنت رايحه بس يعني ايه اطمن ان انا خلصت الشهر الثالث او لا، والمفروض ان انا اعمل ايه بعد كده. اتفاجئت ان الدكتور كان قال لي انه يعني كنت حامل في توأم والنبض وقف ومفيش نبض وعملت تنظيف. ما يعني كان الدكتور اصلا كان مديني مثبتات فما نفعش الميزوتاك بس. طيب فاضطريت ان انا اعمل تنظيف. طيب بص يا سماح، احنا هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، فتابعي معانا. وانت يعني ايه، وقبل ما يحصل حمل هيبقى انت محتاجه شويه تحاليل كده. هي اوريدي حامل دلوقتي. انت دلوقتي حامل في الثاني. فهي خايفه عشان ما يحصلش كده مره ثانيه. طيب هقول لك هتعملي ايه يا سماح. حاضر. برضو ده في موضوع اللي احنا بنتكلم فيه. شكرا ليك يا سماح، ومبروك على الحمل، وربنا يا رب يكمله لك على خير ان شاء الله. طيب قبل ما نبتدي العلاج نجاوب على سماح ولا نكمل العلاج وبعدين نجاوبه وسط الكلام؟ نتكلم، هي هتعرف احنا هتعمل. خلاص تمام. طيب حضرتك قلت احنا بنشخص. خلاص شخصنا. تمام. اشعه ثلاثيه، اشعه بالصبغه، رنين مغناطيسي، ماشي. في اولويات يا دكتور في حاجات التشخيص؟ يعني نبتدي الاول بالرنين او الصبغه وبعدين كده؟ لا، نبتدي بالسونار العادي. السونار العادي بعد كده، يعني ما يعني بعد كده أشعة بالصبغة، لأن الأشعة بالصبغة مفيدة جدا في الحالات دي. تمام. طيب دول مش فايدين قوي، ممكن نخش على الأشعة المقطعية ونخش على الرنين المغناطيسي. يعني رأي حضرتك احنا هنمشي بالتدريج الأسهل فالأصعب؟ لو حاجة مش باينة قوي معانا، في حاجات فعلا ما تبانش بالسونار العادي. تمام. يعني لو في لحمية صغيرة، بولب صغير كده جوه تجويف الرحم، مش هيبان بالسونار العادي. تمام. اوكي. حلو قوي. طيب احنا شخصنا، العلاج ايه؟ طب انا بعتذر مره تانية. كل الناس عايزين يكلموا حضرتك يا دكتور. لا لا. معانا استاذه منى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا استاذه منى. سمحتي. اتفضلي. عندي مشكله وعايزه اقولها للدكتور. طيب استاذنك تعلي صوتك. عندي مشكله وعايزه اقولها للدكتور. اتفضلي. اموري. يا دكتور انا عندي تكيفات على المبيض.
أيوة تمام يا فندم. تمام تمام يا منى. وإيه؟ أنا مش سامع. وإيه يا فندم؟ أنت سمعتي؟ لا مش سامع. علي صوتك يا منى. يا مدام منى حضرتك تعلي صوتك وتتكلمي بالراحة. أنا عندي تكيفات على المبيض. تمام. طيب. كان وزني 95. تمام. وزني 75 كيلو. تمام. تمام. تمام كويس. متجوزة بقالي 21، متجوزة بقالي 3 سنين، وحاليا عندي 21 سنة، ما حصلش حمل خالص. طيب. طب عملتي اي تحاليل او كشوفات او اي حاجه؟ عملت اشعه بالصبغه وعملت كل حاجه، بس حاليا عندي جدار رحم سميك بينزل كل 3 شهور، فانا عايزه اعرف ده ينزل حمل ولا ايه، واخد منشطات. طيب طيب حاضر. طب منى، هو جوزك عامل تحليل؟ ده اول حاجه يعني. عمله وطلع كويس. وطلع كويس. بتيجي كل شهر، مع الاول ما كانتش بتيجي خالص منشطات. طيب منى، جوزك قاعد معاكي ولا بيسافر وبيجي؟ موجود وعملت اشاره طبعا وطلعت كويسه. طب حاليا بس انا عندي البطن في الرحم اللي هو الجدار الرحم سميك ده يمنع ولا لا؟ وحاليا دلوقتي هروح اخد منشطات، انا ببطلها بقالي فتره، والكباسك للتخسيس. طيب يا منى حاضر. وخفت اكتر ولا كده كويس؟ عشان انا يعني وارجوك، انا هسمعك من التلفزيون. طيب حاضر يا استاذه منى. بشكرك. حاضر يا منى. هي طبعا بقى لها 3 سنين بتقول. وكانت بتقول يا دكتور ان الدوره الشهريه ما كانتش بتيجي عندها غير بمنشطات، لكن دلوقتي بقت بتيجي الحمد لله شهريا. هو واضح ان هي معاها خلل في الهرمونات. ده واضح يعني. وموضوع التكيسات ده برضه من الاسباب اللي هي بتعمل خلل في الهرمونات. من اهم سبب في خلل الهرمونات ده موضوع التكيسات. الحاجه الثانيه، يا ترى هي عندها حاجه نفسيه سايكيك اليمنت، في حاجه معينه مثلا بتاثر عليها؟ ما هو ده كل ده يعني حضرتك بترجح انها محتاجه انها تروح تعمل تحاليل هرمونيه وتشوف اذا كان في جانب نفسي مأثر عليه. بالتاكيد طبعا. طيب وبعدين خلي بالك من حاجه، ان القلق الزيادة بيعمل نتيجة عكسية. تمام. يعني ده ممكن يكون سبب من ناس، وده دايما بيبقى سبب رئيسي في عدم التبجد. كذا واحدة تيجي واشوفها واعمل لها سولار وبتاع والدنيا كويسة زي الفل قدامي. في كتير فعلا يا دكتور ما بيعملش حساب العامل النفسي. طيب علشان وقت فقرتنا عايزين في عجالة كده نقول في 30 ثانية العلاج سريعا للحالات المسكاريج او الاجهاض، نقدر نقوله كده سريعا. لا احنا ما خدناش الاسباب التانية لسه، واحنا وقتنا خلص للاسف. مع في الكنترول. طيب. بيقولوا خلاص يعني. طيب احنا قلنا في اسباب تتعلق بالرحم. تمام. في اسباب تتعلق بالمناعه، ان الجسم يتعامل مع الجنين على انه جسم غريب ويبعت له اجسام مضاده ويهاجمه. السبب الثالث ان يكون في خلل في الغدد الصماء في الجسم، اللي هو الغدة الدرقية، ممكن نقول السكر لما يكون مش متظبط، يتزود لي الانسولين، يزود لي السكر في الدم. لسه موضوع التكيسات اللي على المبايض، ممكن امراض معدية معينة زي مرض الوتد، زي فيروسات الروبيلا، زي فيروسات كل ده بيؤدي للاجهاض. كل دي بتؤدي للاجهاض. اصلا انا اتفاجئت ان الوقت خلص بصراحه. هو للاسف موضوعنا النهارده بيبقى عايز نفرد له حلقه كامله. ده احنا لسه بنبدا. حضرتك حابب ان احنا نقول سريعا حاجه سريعه في العلاج، ولا ممكن نفرد لها حلقه ثانيه؟ لا احنا ما اتكلمناش غير على ايتم مثلا من يعني بند من 5 ممكن نتكلم يعني في العلاج اللي هو حاجه اكتر حاجه شائعه اللي هي مثلا ايه، اللايف ستايل مثلا، التدخين بيأثر، اللي بيشربوا كحوليات بيأثر، بعض العادات الاغذيه كمان حلو يعني جدا، يعني اللي هي حصل لها اجهاض مره واثنين وثلاثه، لا تاكل اناناس ولا تاكل خوف ولا تاكل اغذيه معلبه زي الاسماك المعلبه، اللحمه المعلبه، حاجات اللي هي العلب المحفوظ، ميكروب اسمه الاستيريا ممكن يعمل لها اجهاض.
ده احنا ما اتكلمناش في حاجه على فكره. ان شاء الله يا دكتور هنفرد حلقه تانية بتبقى باكملها، بحيث ان احنا نتكلم باستفاضه، انه موضوع كبير وبيهم شريحه كبيره جدا من الناس. لكن انا هاخد من كلام حضرتك ان ممكن عاداتنا الغلط واكلنا المش صحي ممكن يؤدي لحاجه لا نتخيلها، الاجهاض والحرمان من نعمه الامومه والابوه. عشان كده احنا بننادي في برنامجنا يلا نعيش، يلا نعيش صح، يلا ناكل صح، يلا نغير عاداتنا للصح. اشوفكم بس بعد الفاصل ولسه مكملين، استنونا.